استاذ علاء حمام، سلام عليكم. لحظه اوصلك بالسماعه. اتفضل يا استاذ علاء، اتفضل يا استاذ. مع حضرتك سامع. اتفضل. النهارده عندنا طبعا بعد صوت المعزول المروع في انتخابات البرلمان، في حاله ارتباك كبيره جدا وقلق، خاصه من الموظفين الموالين ليه. موظفين الموالين ليه في حاله رعب وقلق كبيره جدا. وعندهم تكهنات كده وقلق كبير ان الفتره الجايه هتبقى فتره صعبه بالنسبه لهم وبالنسبه له. حضرتك طبعا عارف قرار معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بانتداب لجان ماليه واداريه للتفتيش على الانديه والهيئات الرياضيه، واحنا كنا اشرنا الموضوع ده، واللجان دي مستمره في عملها. لكن في حاجه عايزين نلفت نظر وزير الرياضه ليها. اتفضل. وزير الرياضه ليه تصريحات النهارده من وجهه نظري متوسطه. بيقول لك اني انا هعلم نتائج اللجان وشغلها بعد ما تنتهي من عملها. الكلام ده كان خرج الاول من المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ان يبقى في شفافيه للجان دي والناس لازم تعرف عملها وعملت ايه وكده. لكن هو دلوقتي في نقطه مهمه. دلوقتي وزير الرياضه كان المفروض ان هي خلصت عملها. بعد كده انتدب لجنه جديده النهارده. فكان المفروض يوضح للراي العام اللجان اللي خلصت عملها تقريرها في ايه؟ خاصه ان خرج مسؤول في الزمالك وهو عضو مجلس اداره هاني زاده وطلع في احد في احدى القنوات الفضائيه وقال لك احنا ما عندناش مخالفات. هو قال كده ليه؟ لأن شايف إن في تأخير من وزير الرياضة وإن كان لازم وزير الرياضة يثبت بالدليل القاطع والتقارير اللي عنده ويعلن للرأي العام اللجنة المالية والإدارية اللي قعدت هي دخلت على شهر بتفحص أوراق نادي الزمالك وبتفحص الدورة المالية بتاعته، كان لازم يعلن عن نتيجتها ويثبت ويقول في إيه؟ التأخير ده خلى مسؤول في الزمالك يدعي ان هو ما عندهمش مخالفات وان المجلس ما فيش مخالفات. ادعاء، وبعد كده زاد ادعاء وضلال وقال لك وزير الرياضه ما يقدرش يحل المجلس. ما اعرفش جابها منين، جابها من خيال. واضح ان هو لا عارف قانون ولا عارف قانون الرياضه بيقول ايه ولا عارف اي حاجه. بس هو طبعا لما لقى في تاخير من وزير الرياضه وان اللجنه اللي كانت شغاله ما اعلنش نتائجها ايه ولا عملت ايه، بدا بقى ايه يعني الخيال الواسع ياخده وبدا يطلع تصريحات غريبه زي اللي قالها الاخ عضو مجلس اداره الزمالك هاني زاده. طبعا النهارده كان في لجنه اللي هي الجديده اللي جت كانت من 13 موظف. طبعا جات لي معلومات كده ان كان في حاله ارتباك كبيره في النادي وكان في حاله رعب في الموظفين، لان المعلومات اللي عندي ودي طبعا من الموظفين في النادي ان اللجنه كان كل فحصها عن الموظفين وشؤون العاملين والعمال والكلام ده. واختفى وليد بخيت المسؤول عن شؤون العاملين كام ساعه بعد كده ظهر. واللجنه اجبرته على التعاون واجبرته ان هو يتعاون معاهم. المهم بعد كده لما اللجنه بعد ما خلصت المسألة دي راحت في أمور مالية ما عنديش تفاصيلها، لسه ما جبناش تفاصيلها، ما اعرفش هم عملوا ايه. المهم عرفت من ساعات قليلة ان نجل المعزول احمد اللي هو صيغة انتخابات العجوزة والدقي والجيزة وصل النادي وقال لي وليد بخيت مدير شؤون العاملين لازم نعرف الموظفين اللي اللجنه سالتهم وكلمت معاهم ايه اللي حصل والدنيا رايحه فين وجايه منين، وقالوا ان دي تعليمات ابوه. تعليمات ابوه. واخد بال حضرتك؟ فده المشهد اللي موجود دلوقتي في نادي الزمالك بالنسبه للجان اللي شغاله بتفتش ماليا واداريا، وزي ما قلت لحضرتك تاخير اعلان نتيجه اللجنه الاولى اللي قعدت حوالي شهر وان وزير الرياضه ما اعلنش اي تفاصيل ليها
خلى ان في مسؤولين في الزمالك بيدعوا ان هو ما يقدرش يحلهم في حاله وجود مخالفات، وبيدعوا كمان ان هم ما عندهمش مخالفات، لان طبعا هو ما اعلنش وجاب لجنه جديده. تمام. عندنا بقى حدث كان مهم جدا حصل امس، وهو بيان الوايت نايت. دون ان نخوض في تفاصيله استاذ لو سمحت. مش عايز تخوض في تفاصيله؟ لان احنا دلوقتي بندعو الى الاصطفاف حول علم مصر، وعايزين نبعد عن اي كلام يدعو للتعصب والعنف، واغلقنا صفحه مصطفى منصور بلا رجعه الا فيما يخص النادي، وانتقادنا ليه كرئيس النادي باحترام رغم انه معزول. تمام ماشي، بس في حاجات هم قايلينها برضو انا شايفها ما فيهاش اي تجاوزات ولا اي حاجه. اللي ما فيهوش تجاوزات نقوله، بس انا عايزه بس اثبت دعوتي. انا بديت باني انا صفقه مرتضى منصور اتقفلت وانتهت، واخد بال حضرتك؟ انا بديت ان صفقه مرتضى منصور بالنسبه لي اتقفلت وانتهت، بيني وبينه الحديث عن نادي الزمالك والحفاظ على نادي الزمالك والدفاع عن نادي الزمالك، وما في المحاكم لن اتنازل عنه. مصر عايزه مننا اصطفاف، ولا يمكن انك انت برجولتك وانا ان احنا ننزل لواحد مات في المعركه لنجهز عليه بعد ان مات. اول حاجه مع احترام وجهه نظرك، انا ماليش علاقه مات ولا ما ماتش، انا راجل بعبر عن راي جماهير نادي الزمالك. ماشي، مات ما ماتش ده راجل معقول وكل حاجه، بس دلوقتي في ازمه، مش هقول لك صراع، ازمه بينه وبين نادي الزمالك. لما جيب نادي الزمالك تجيب سيرته وتتكلم في بيان ويتهاجمه وتقدم له اتهامات وتقول له انت كنت محمي في الحصانه والحصانه دي راحت خلاص، وان احنا لينا حقوق عندك ولينا حاجات ومطالب هنفعل تحقيقها كده، انا ما بقعد عليه ولا حاجه. انا عشان كده بقول لك قول ما هو متاح، انا خايف يكون في سب وشتم بس، مش اكتر من كده. وانا لا احنا لا بنقول سب ولا شتم، احنا ليس لنا علاقه بالسب والشتم. لا اصل انا اخدت قرار النهارده، من النهارده لن اتجاوز بكلمه، لكن من حقك اللي انت بتقوله ده انا متفق معاك عليها. اي مطالب انا بطبعي لا بتجاوز، انا بني الخبر. يطلع بيان وبيقول له انت كنت راجل محمي في الحصانه، الخصامه زالت، واخد بالك؟ وكان قبل اسمك عضو مجلس الشعب لم يعد هذا الاسم موجود، كنت تتباهى ان انت راجل محمي بالحصانه اصبحت لا توجد. يقول له في ازمات بيننا وبينك، في مشكله في الدفاع الجوي قديمه، في حاجات كثيره موجوده، في امور معينه احنا لازلنا فاكرين لك الازمه اللي بيننا وبينك، الازمه لم تنتهي ولم ترحل. الازمه لم تنتهي ولم ترحل. هو ده البيان اللي في الملخص والبسيط لبيان الوايت نايت. في بيان تاني برضه خرج من الموظفين اللي المعزول تجنى عليهم وفصلهم، رغم ان فيهم عدد من المؤمن عليهم، برضه من حقنا ان احنا نعرضه، لان هو عمل ازمه وعصف بناس موظفين متوسط الدخل، ناس بيشتغلوا بالحلال، كل همهم يوفروا متطلبات الحياه لاسرهم، هو بجبروته افترى عليهم ورماهم بره النادي. فبرضه من حقنا ان احنا نساندهم ونقف جنبه، ده مش افترى عليه، ولا هو وقع ولا هو مات ولا جرى له اي حاجه، دي كلها ازماته وهو من صنعها. انا متفق معاك، اتكلم في ده. انا بس كله والله اللي انا بقوله يا علاج ما تفهمنيش غلط، انا من النهارده لن يخرج مني لفظ جارح في حق احد، لان الناس خدت عني انطباع طول المعركه ان انا زيه شتام ولعان، لكن انا لا اقصد منعك من اي خبر يا علاء، قول اللي انت عايزه. لا انا برضه بوضح لحضرتك وجهه نظري، وبوضح لحضرتك اللي احنا هنتناوله واللي احنا هنتكلم فيه. ما ينفعش واحد كان سبب صناعه ازمات كبيره لنادي الزمالك ان انا اجي اقول لا ده ملوش علاقه، ولا ده دلوقتي انا هسيبه وده مش هسيبه. طب والازمات والمديونيات والمشاكل اللي دخل فيها النادي يتحملها غيره؟ لا اتفضل يا علاء، قول يا علاء اللي انت عايزه،
بس زي ما قلت لك تمام. اي لفظ خارج، اي لفظ خارج. لا اتفضل لا لا لا، ما عندناش احنا الفاظ خارجه. اتفضل. هنقول بس البيان الاول، هم مسمين البيان الاول. بقول لك نحن مجموعه من العاملين القدامى والمفصولين تعسفيا، بالرغم من التامين علينا منذ سنوات طويله، نطالب بالاتي: المطالب بتاعتهم اقاله نقابه العاملين والتي اتت بتعليمات من رئيس النادي المعزول، رجوع جميع العضويات الخاصه بالموظفين علما بانه تم عمل عضويات تحت مسمى موظفين وغير مطابقه للشروط، وعمل عضويات الموظفين القدامى اسوا بزملائهم، تمام، وحسابه الموظفين الكبار الذين تربحوا من مناصبهم، وابلاغ جهاز الكسب غير المشروع، ده من حقهم، تمام، وحسابه المفسدين داخل الكيان وعلى راسهم ذاكرين اسم واحد، مش هنقول اسمه عشان يعني من لما تشوف المحكمه هتعمل ايه، التحفظ على شؤون العاملين بكل ما فيها من تأمينات وتعيينات وكافة ملفات المرتبات. هم اهو عايزين شؤون العاملين التحفظ على التأمينات والتعيينات وكافة الملفات والمرتبات، مراجعة كل المناقصات والمزايدات وبيع الخردة مع استدعاء أعضاء اللجان وتجار الخردة اللي اشتروا الخردة. تمام. الفحص في المعينين خلال الخمسة سنوات السابقه، لان فيهم من تم تعيينه بالواسطه ومجامله لاعضاء مجلس الشعب او لوجود صله قرابه او لمعرفه سابقه. تمام. التحفظ على اداره الكاميرات وعلى كافه الفيديوهات الموجوده بالنادي، واخد بال حضرتك؟ تمام. وقال لك ان هم ما فيش اي حاجه من وراهم، ما فيش اي حاجه يبتغوها عفوا من هذا البيان الا مصلحه كيان نادي الزمالك. تمام. طبعا احنا اول ناس كنا اتكلمنا عن الموظفين الغلابه اللي تم العطف بيهم والفصل وايه، وفتحنا ملف ده مرارا وتكرارا. تمام.